القادم، وشكرا يا الحمادي على هذه اللقطة الجميلة لعربة النقل أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أيها المستمعين الأعزاء، أجدد التحية والترحيبة بكم من جديد، تحية نلقيها على مسامعكم في هذه الانطلاقة الختامية لهذا اليوم، وأتمنى أن أوفق لهذه المرافقة، وأتمنى التوفيق لكل الأخوة المشاركين في هذا الشوط، وهذا الشوط هو الختامي. المسافة 8 كيلو مترات، والجوائز نقدية للعشر، الجوائز للعشر المراكز المتقدمة عفوا. إذن أيها المشاهدين الأعزاء، مستمعينا الكرام في كل مكان، نأخذ اللي في المقدمة في هذه اللحظات، اللي من الجهة اليمنى على الشاشة العليا، اللي هي نرجو 81، اللي هي مصيحة تعود ملكيتها لبريك بن فري بن هليل، واللي في المركز الثاني في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام هي هلا يا سلام لسالم بن عبيد بن عيد المنصوري، اللي تليها في المركز الثالث في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. المركز الثالث الدانا، تعود ملكية الدانا لناصر بن محمد بن حمد الشهواني، اللي في المركز الرابع، اللي في المركز الرابع من الجهة اليمنى، وغيرتها الآن اللي تحمل رقم 51 مزنة، تعود ملكية مزنة للسيد محمد بن عبد الله السوداني، واللي في المركز الخامس الشاهينية لعبد الله بن سعيد بن الاسود المري، واللي في المركز السادس شوده للسيد عبد الله بن احمد المرر، وبن عبيد بن احمد المرر، هذا الاسم يذكرنا بشوده صاحبه الانجازات وصاحبه السيوف، وهي لابناء محمد بن سعود الكبير، واللي يضمرها العتيبي ياما صالت وجالت في هذه الميادين، الله يذكرك بالخير يا شودة. اذا اللي في المركز السابع في هذه اللحظات صوغة، تعود ملكية صوغة لغانم بن فهد بن سيف الخيارين، اللي في المركز الثامن اللي غيرت اللي هي اللي والله نتمنى التوفيق لها على ما يجري لها امام الكاميرا، لكن ناخذ اسمها يا عبيد بنت عيلب المنصوري والمزروعي عفوا، واسمها منحاف. اذا اللي في المركز التاسع ام شعار الازرق الذيبه لحمد بن سيف محمد بن سيف النعيمي، اللي في المركز العاشر العاشره الفيصليه للسيد جابر بن حمد بن مسعود المري. مشاهدينا الكرام، هذه هي العشرة المراكز المتقدمة، هذه العشرة دعناها على حضراتكم وعلى مسامعكم، من يريد أن يبرز اسمه على الأثير وعلى شاشة التلفزيون فليقدم بكرته حتى يتقدم اسمه مع المتقدمين. إذا ما زالت مصيحة هي قائدة المسيرة حتى هذه اللحظة، مصيحة تعود ملكيتها لبريك بن فرج بن هليل المزروعي المري عفوا، واللي في المركز الثاني في هذه اللحظات اللي تحمل رقم 63 الدانا، تعود ملكية الدانا لناصر بن حمد الشهواني. مشاهدينا الكرام، اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات، اللي في المركز الثالث عطنا اياها يا مخرجنا، الشاهينية لعبد الله بن سعيد بالاسود المري، واللي في المركز الرابع في هذه اللحظات
شودة للسيد عبيد بن أحمد بالمرع. وإذا اللي في المركز الخامس عبيد بن ثعيلب المزروعي وهي من حافل، اللي في المركز السادس سالم بن عبيد بن عيد المنصوري، واللي في المركز السابع هلا هلا اللي في المركز السابع اللي هي السابعة الفيصلية، تعود ملكية الفيصلية لجابر بن حمد بن مسعود المري، نتمنى لها التوفيق. اللي في المركز الثامن الذيبة دخول غيرتها اللي هي الشاهينية، تعود ملكية الشاهينية للسيد سعيد بن علي بن دلهم. مشاهدين الكرام اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات جبارة، تعود ملكية جبارة علي بن سعود الكتبي. واللي في المركز العاشر في هذه اللحظات اللي في المركز العاشر مشاهدين الكرام وهي احمد الفائزة، تعود ملكية الفائزة لأحمد المزروعي. مشاهدين الكرام ها هي العشر المراكز مشاهدين الكرام أذعناها على حضراتكم، و أحمد بن علقاه المزروعي نعم للتعديل. إذا مشاهدين الكرام ها هي اللي في المقدمة، أم صيحة ما زالت في المقدمة حتى هذه اللحظة، وما زالت هي قائدة المسيرة وما زالت مسيطرة على الوضع سيطرة تامة، تركض على هذا الميدان ميدان الشحانية، وهي أيضا من هجن الشحانية. ولكن ناخذ اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات اللي هي اللي في المركز الثاني مشاهدين الكرام الدانة، تعود ملكية الدانة لناصر بن حمد الشهواني. وفي هذه اللحظات اللي في المركز الثالث اللي هي شودة للسيد عبيد بن أحمد المرر. اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات من حافل السيد عبيد بن ثعيلب المزروعي. مشاهدين الكرام اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات جبارة اسم جميل لعلي بن مسعود المري، علي بن سعود الكتبي عفوا. اللي في المركز السادس الشاهنية، تعود ملكية الشاهنية لعبد الله بن سعود بن سعيد بالاسود المري. واللي في المركز السابع في هذه اللحظات هلا للسيد سالم بن عبيد بن عيد المنصوري. مشاهدين الكرام اللي في المركز الثامن الفائزه، تعود ملكيه الفائزه لاحمد بن علقاه المزروعي. واللي في المركز التاسع مشاهدين الكرام الفيصليه، تعود ملكيه الفيصليه لحامد بن حمد جابر بن حمد بن مسعود المري. واللي في المركز العاشر مشاهدين الكرام اللي هي الشاهينية، تعود ملكية الشاهينية سعيد بن علي بن دلهم. مشاهدين الكرام يا سلام، أسماء لامعة في هذا الشوط، أسماء لامعة وشعارات أيضا لامعة لم يحن موعد دخولها حتى هذه اللحظة. ولكن نعود للتغيير اللي هي الدانة، غيرت في هذه اللحظات واستحلت المركز الأول لناصر بن حمد الشهواني. مشاهدين الكرام هي اللي استحلت المركز الأول هي الدانة، وتليها اللي هي مصيحة ملك السيد بريك بن فرج بن هليل مشاهدين الكرام هي اللي في المركز الثاني، وهي مصيحة وكانت في المركز الأول ولكن غيرتها الدانة في هذه اللحظات. إذا ناخذ اللي في المركز الثالث اللي غيرت، يا سلام هناك كم مهايل يحصل في هذه اللحظات، جبارة واصلتكم يا الدانة ويا مصيحة. يا سلام دخول مشاهدينا الكرام الجبارة للسيد
علي بالسعودي الاكتبي مشاهدينا الكرام. وهناك ايضا من الجهة اليمنى اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات اللي هي شودة، يا سلام تذكرنا بانجازات شودة العبيد بالمرة. المشاهدين الكرام اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات منحاف تعود ملكيتها للسيد عبيد بن ثعيلب المزروعي. مشاهدين الكرام اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات علي بن جمعة برحمة درمكي، وهي اذا مشاهدينا الكرام ناخذ اللي في المركز السابع. هناك تغيير في هذه اللحظات من اللي تحمل رقم 3 الفيصلية جابر بن حمد بن مسعود المري، واللي في المركز. اذا نعود واياكم مشاهدينا الكرام الى مقدمه الشوط اللي تقوده اللي في المقدمه في هذه اللحظات جباره غيرت في هذه اللحظات واستحلت المركز الاول. يا سلام عرض جميل حتى هذه اللحظه، ولكن الدانة لا تسمح، الدانة تستعيد مركزها. مشاهدينا الكرام تريد ان تستعيد المركز، ولكن جبارة تجبر على هذا المركز وتستعصي الا ان يكون هذا المركز تحت سيطرتها، وهو فعلا ما زال تحت سيطرة جبارة حتى هذه اللحظة. ولكن اللي في المركز الثاني هي الدانة، تعود ملكية الدانة لناصر بن حمد الشهواني. مشاهدين الكرام والعنود غادمة، يا سلام الله لمحمد بن طالب بن حمودة الظاهري، يا سلام غيرت اللي هي العنود غيرت في هذه اللحظات. عرض جميل و900 متر تفصلنا عن خط النهاية. مشاهدينا الكرام العنود يا سلام يا العنود وجبارة عادت. مشاهدينا الكرام جبارة والعنود في هذه اللحظات 800 متر تفصلنا عن خط النهاية، وما زالت العنود في المقدمة، ولكن جبارة تريد ان تستعيد حقوقها المنهوبة كما يقول سعد العتيبي. اذا مشاهدينا الكرام جبارة والعنود و600 متر تفصلنا عن خط النهاية في هذه اللحظات. يا سلام والله عرض جيد وجميل للعنود اللي في المقدمة في هذه اللحظات، ولكن ايضا هناك ملاحقة من اللي تحمل 46 اللي هي الخوارة لحمد بن جوعان الشامسي. مشاهدينا الكرام ولكن الفيصلية في هذه اللحظات، الفيصلية في المركز الثالث. مشاهدينا الكرام لجامر محمد المسعود المري، يا سلام يا العنود لمحمد بن غانم بن حمودة الظهري. مشاهدينا الكرام كل التحيات والسلامات تذهب الى اهالي مدينة العين دار الزين حيث يستقر الظاهري هناك. تهانينا من اعماق لمالك عنود، لمالك العنود، تهانينا لمحمد بن احمد الظاهري، محمد بن قانم الظاهري عفوا، اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات فيصلية. لجابر بن حمد المسعود اللي في المركز الثالث الخوارة للسيد محمد بن جوعان الشامسي، واللي في المركز الرابع جبارة للسيد علي بن سعود الكتبي، واللي في المركز الخامس هلال بن سعيد الظاهري، واللي في المركز السادس خيره للسيد راشد بن سالم بن مسعود المري، واللي في المركز السابع شواني عفوا المركز السابع ناصر بن حمد الشهواني، اللي في المركز الثامن المركز الثامن حتى هذه اللحظه لم يتعرف عليها عبد الله بن راهد بن ذياب النعيمي، واللي في المركز التاسع والعاشر نتركها للاخوه في اللجنه المنظمه لسباق الهجن. نشكرهم على هذا الاهتمام وهذه لحظات وصول العنود. قطعت المسافه في 13 دقيقه لمحمد بن قانم بن حمود الظاهري، قطعت المسافه في 13 دقيقه 22 ثانيه 15 جزء من الثانيه. تهانينا لك يا الظاهري على هذا الانجاز،
وايضا ناخذ اللي في المركز الثاني اللي هي الفيصليه لجابر بن حمد المسعود المري، قطعت المسافه في 13 دقيقه 24 ثانيه 13 جزء من الثانيه. اللي في المركز الثالث مشاهدينا الكرام اللي هي الخواره لحمد بن يعان الشامسي، قطعت المسافه في 13 دقيقه 24 ثانيه و18 جزء من الثانيه. كل الشكر لكم الاخوه المستمعين والمشاهدين في اينما كنتم. نشكر ايضا كل الشكر الجزيل لمخرجنا احمد الحمادي على هذا النقل الحي المباشر المتميز، وكل الشكر لهذا المخرج المتالق والاخوه ايضا